مرحبا، كيفكن؟ اليوم عم كمل بكتاب امتحان الجنسية الكندية Discover Canada بالفصل يلي بيحكي عن الانتخابات الفيدرالية Federal Elections. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هذا الفيديو مو بس مهم للشخص اللي حابب يقدم على الجنسية الكندية، بس كمان بيفيد أي شخص حابب يعرف عن الانتخابات بكندا. والكتاب هو المصدر الوحيد للامتحان، وهالفيديو هو بس مساعدة لفهم الكتاب. رح نبلش بالصفحة 30. الكنديين بيصوتوا بانتخابات للممثلين عنهم بمجلس العموم House of Commons. بكل انتخاب المنتخب ممكن يرجع يصوت لنفس عضو البرلمان أو لعضو جديد. أعضاء الـ House of Commons اسمهم Members of Parliament أو MPs. بحسب تشريع صادر عن البرلمان، فالانتخابات الفيدرالية لازم تصير بثالث يوم تنين من شهر أكتوبر كل 4 سنين بعد آخر انتخابات. رئيس الوزراء ممكن يطلب من الحاكم العام أنه يدعو لانتخابات مبكرة. كندا مقسمة إلى 308 منطقة انتخابية Electoral District، ويلي بيقولوا لها كمان Ridings أو Constituencies. المنطقة الانتخابية هي منطقة جغرافية ممثلة بعضو واحد بالبرلمان. المواطنين بكل منطقة انتخابية بينتخبوا عضو واحد بيمثلهم وبيمثل كل الكنديين. الكنديين اللي عمرهم 18 سنة وما فوق ممكن يترشحوا للانتخابات الفيدرالية. الأشخاص اللي بيترشحوا للانتخابات بسموهم candidates. ممكن يكون في أكثر من candidate لكل منطقة انتخابية، واحد منهم بس رح يفوز بمقعد هالدائرة. الناس بتصوت للمرشح وللحزب السياسي اللي بيختاروا، والمرشح يلي بياخد أكثر عدد أصوات بيفوز بمقعد الدائرة الانتخابية. بنفس الصفحة في عنوان عن الانتخاب. واحدة من امتيازات المواطنين الكنديين هي حق الانتخاب. ممكن تنتخب بالانتخابات الفيدرالية أو تدلي بصوتك بأي استفتاء فيدرالي إذا كنت مواطن كندي وعمرك 18 سنة أو أكثر بيوم الانتخاب وموجود على قائمة المنتخبين. قائمة المنتخبين اللي بتستخدم بالانتخابات الفيدرالية وبالاستفتاءات بيتم إعدادها من السجل الوطني للمنتخبين عن طريق وكالة محايدة من البرلمان اسمها Elections Canada، يلي هي قاعدة بيانات خاصة بالبرلمان تحوي أسماء كل الكنديين يلي عمرهم أكثر من 18 سنة ومؤهلين للانتخاب. لما بيتم الدعوة للانتخابات، Elections Canada بتبعت بالبريد Voter Information Card لكل كندي اسمه موجود بالسجل الوطني للمنتخبين. هاي البطاقة بيكون فيها وقت ومكان الانتخاب ورقم تليفون ممكن تتصلوا فيه إذا احتجتوا مترجم أو أي خدمات خاصة. حتى إذا الشخص اختار إنه ما يكون بقائمة السجل الوطني للناخبين أو ما وصله Voter Information Card، بتضل بتقدر تنضاف لقائمة المنتخبين بأي وقت حتى يوم الانتخاب. لحتى تقدر تصوت بيوم الانتخابات أو بالتصويت المبكر، فلازم تروح على مركز التصويت يلي موجود بفوتر انفورميشن كارد يلي خاصة فيه. رح نكمل هلأ بالصفحة 31. أول عنوان فيها هو الاقتراع السري Secret Ballot. القانون الكندي بيضمن حق الانتخاب السري. هذا الشي بيعني إنه ما حدا بيقدر يراقبك وأنت عم تنتخب أو يشوف كيف عم تنتخب. ممكن أنت تختار تتناقش مين رح تنتخب مع الناس التانيين، بس مو من حق حدا يجبرك تقله مين رح تنتخب، ولا حتى أفراد عائلتك أو الشخص يلي بتشتغل عنده أو ممثلين النقابات. مباشرة بعد ما تتسكر مراكز الانتخاب، مسؤولين الانتخابات بيعدوا أوراق الاقتراع وبيتم الإعلان عن النتائج بالراديو وبالتلفزيون وبالجرائد. العنوان الثاني بهالصفحة هو عن فترة ما بعد الانتخابات. بشكل طبيعي بعد الانتخابات، زعيم الحزب السياسي يلي ربح أكبر عدد من المقاعد بمجلس العموم بتم دعوته من الحاكم العام لتشكيل الحكومة، وبصير هو البرايم مينستر. إذا كان هالحزب بيملك أكثر من نصف مقاعد مجلس العموم بتتسمى حكومة أغلبية Majority Government، وإذا كان هالحزب بيملك أقل من نصف مقاعد مجلس العموم بتتسمى حكومة أقلية Minority Government. رئيس الوزراء والحزب يلي بالسلطة بيديروا الحكومة طالما معهم دعم أو ثقة أغلبية أعضاء البرلمان. لما مجلس العموم بيصوت على المسائل الرئيسية مثل الميزانية، فهذا الشيء بيعتبر مسألة ثقة Matter of Confidence.
إذا أغلبية أعضاء مجلس العموم صوتت ضد قرار رئيسي للحكومة، فالحزب يلي بالسلطة بيعتبر مهزوم، ويلي عادة بيأدي إنه رئيس الوزراء بيطلب من الحاكم العام ليدعو للانتخابات بالنيابة عن السوفرن يلي هو الملك أو الملكة. رئيس الوزراء بيختار الوزراء يلي اسمهم Ministers of the Crown، وأغلبية الوزراء بتكون أعضاء بمجلس العموم، والوزراء بيكونوا مسؤولين عن إدارة أقسام الحكومة الفيدرالية. رئيس الوزراء والوزراء بيقولوا لهم الكابينت، وهن بيعدوا الميزانية وبيقترحوا معظم القوانين الجديدة، وقراراتهم ممكن تتم مساءلتها من أعضاء البرلمان. الأحزاب الثانية اللي مالها بالسلطة تنعرف باسم أحزاب المعارضة Opposition Parties. الحزب المعارض يلي عنده أكبر عدد من أعضاء مجلس العموم بيتسمى The Official Opposition. وظيفة أحزاب المعارضة هي أنه تعارض بطريقة مسالمة أو تحاول تحسن اقتراحات الحكومة. في ثلاث أحزاب رئيسية موجودة حاليا بمجلس العموم: حزب الكونسيرفاتيف يلي هو حزب المحافظين، وحزب النيو ديموكراتيك يلي بيركز كتير على المهاجرين، وحزب الليبرال يلي حاليا هو مستلم الحكومة. بالصفحة 32 حاطين إجراءات الانتخاب. أول شيء الفوتر انفورميشن كارد، الناخبين يلي معلوماتهم موجودة بالسجل الوطني للناخبين رح يستلموا فوتر انفورميشن كارد، وهالشي بيأكد إنه اسمك موجود على قائمة المنتخبين وبيذكر وين وإمتى لازم تنتخب. تاني خطوة هي إذا ما وصلك الكارد فلازم تتصل بمكتب الانتخابات المحلي لتضمن إنه اسمك موجود بقائمة المنتخبين، وإذا ما عندك رقم هالمكتب فبتتصل بإلكشنز كندا يلي بأوتاوا وحاطين رقمه هون. تالت خطوة هي الانتخابات المبكرة والخاصة. إذا ما كنت بتقدر أو ما بدك تصوت بيوم الانتخابات بتقدر تنتخب بالاقتراع المبكر أو الخاص. تواريخ والمواقع لهالعملية موجودة بالفوتر انفورميشن كارد. الخطوة الرابعة هي يوم الانتخاب، لازم تروح على مركز الاقتراع يلي موقعه موجود بالبطاقة يلي وصلتك، ولازم تجيب معك على مركز الاقتراع هالبطاقة وشي يثبت هويتك وعنوانك. الخطوة الخامسة هي Marking the Ballot، يعني لازم تحطوا إشارة X بالدائرة يلي جنب اسم المرشح يلي رح تختاره. الخطوة السادسة هي Voting is Secret، يعني التصويت هو عملية سرية رح ينطلب منك تروح ورا حاجز لحتى تحط علامة على ورقة الاقتراع، وبعدها بتطوي الورقة وبتعطيها لمسؤول الانتخاب. الخطوة السابعة هي The Ballot Box، المسؤول عن الانتخاب رح يقطع ورقة من ورقة الانتخاب فيها رقم ويرجع لك ورقة الاقتراع لحتى تحطها بصندوق الاقتراع. النقطة الثامنة هي The Election Result، بعد ما تخلص عملية الاقتراع بيتم عد كل الأصوات والنتيجة بتنعلن للناس. فيك تشوف النتائج بالتلفزيون أو بموقع Election Canada. بالصفحة 33 حاطين عنوان عن المستويات الثانية للحكومة بكندا. الحكومات المحلية أو البلدية إلها دور مهم بحياة المواطنين. الحكومات البلدية بيكون إلها مجلس بمرر قوانين خاصة اسمها باي لوز. هاي القوانين بتأثر بس على منطقة البلدية. هذا المجلس عادة بيتضمن العمدة مايور أو بمناطق تانية بيسموه ريف، وأعضاء للمجلس كونسولرز أو ألدرمن. البلديات عادة بتكون مسؤولة عن التخطيط بالمنطقة تبعها والشوارع والطرقات والتنظيف وإزالة التلج وإطفاء الحرائق والإسعاف وخدمات الطوارئ والترفيه والنقل العام وخدمات صحية واجتماعية تانية. ومعظم المراكز الحضرية الكبيرة بيكون إلها شرطة خاصة بالبلدية. انتخابات البلديات والأقاليم والمقاطعات كمان بتتم عن طريق الاقتراع السري، بس القوانين مالها تماما مثل قوانين الانتخابات الفيدرالية. لهالشي من الضروري كل شخص يتعرف على قوانين الانتخاب بالانتخابات المحلية وانتخابات المقاطعات والأقاليم. حاطين هون جدول بيوضح المسؤوليات تبع الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعات والأقاليم والبلديات. الفيرست نيشنز يلي هن السكان الأصليين إلهم رؤساء مجموعات بانك تشيفز أند كونسولرز يلي بيكون إلهم مسؤوليات رئيسية بمحميات السكان الأصليين يلي من ضمنها السكن والمدارس والخدمات التانية.
في كتير منظمات بتمثل صوت السكان الأصليين بأنواعنا الثلاثة الـ First Nation والميتيز والإنويت، وبينظموا علاقتهم مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم. بالصفحة 34 حاطين معلومات لازم نكون منعرفها عن الحكومات. بالحكومة الفيدرالية الـ Head of State هو الملكة إليزابيث الثانية، واسم ممثل الملكة بكندا يلي هو الحاكم العام Governor General، كان لفترة قريبة هو جولي بايت بس استقالت بآخر الشهر الأول، وحالياً ريتشارد فاغنر مستلم المنصب بشكل مؤقت. رئيس الحكومة يلي هو رئيس الوزراء هو جاستن ترودو. اسم الحزب يلي مستلم السلطة بكندا حالياً هو Liberal Party. حالياً رئيس المعارضة بكندا هو إيرين أوتول. اسم الحزب يلي بيمثل المعارضة الرئيسية Conservative Party. أسماء قادة المعارضة الثانية بلوك كيبيكوا وزعيمه إيف فرانسوا بلانكيت، والنيو ديموكراتيك بارتي يلي زعيمه اسمه جاك ميك سينغ، والجرين بارتي أوف كندا يلي زعيمته أنيمي بول. وحاطين كمان أنه لازم تعرفوا عضو البرلمان يلي بيمثل منطقتكم، وهي بتختلف حسب كل واحد وين ساكن بكندا، وكاتبين أنه لازم تعرفوا المنطقة الانتخابية الفيدرالية شو اسمها، ورح أحط لكم موقع بتقدروا تشوفوا منه شو هي المنطقة الانتخابية بحسب عنوانكم. وبنفس الطريقة لازم تعرفوا معلومات عن حكومة المقاطعة وحكومة البلدية بمنطقتكم. كالعادة رح نشوف هلأ أمثلة عن الأسئلة يلي ممكن تجي بالامتحان يلي متعلقة بهالفصل. رح نروح على صفحة 53 في مجموعة أسئلة. أول سؤال هو لما رح تروح تصوت بيوم الانتخاب شو بتعمل؟ والخيار الصحيح هون هو الخيار B. السؤال الثاني انه مين بيحق له ينتخب بالانتخابات الفيدرالية، والجواب هو الخيار D، المواطن الكندي اللي عمره 18 سنة وما فوق واسمه موجود بقائمة المنتخبين. والسؤال الثالث انه هل بكندا انت مضطر تقول للثانيين لمين صوتت، والجواب هو الخيار B. والسؤال الرابع هو بعد الانتخابات أي حزب بشكل الحكومة، والجواب هو الخيار سي، الحزب يلي بيربح أكبر عدد من مقاعد البرلمان. والسؤال الخامس مين هو ممثلك بالبرلمان، وهون لازم تعرفوا مين هو الممثل بحسب منطقتكم. هيك بيكون خلص الفصل يلي بيحكي عن الانتخابات الفيدرالية. بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.